تعرفي تعملي كنافة على الفحم؟ لا يا بيبي، بنحب العصافير. العصافير؟ فين العصفور؟ فين فين العصفور؟ لا بيبي كيف؟ تعالي. ايه ده يا بابي؟ المفاجأة الجميلة دي جايبني رقاصة قبل ما انام؟ اسكت يا اكمل، دي كانت هتفضحنا. تخمتي انا تخمتي. البنت الجاهزة دي بص نومت رقاصة ومتعودة عليها. سفلة. ايه؟ سفلة. كانت هتفضحنا ورحمة هتفهم كل حاجة. والله العظيم يا بابا انت بتعملي مفاجآت تحفة. يلا متشكر قوي قوي قوي، والأمانة وصلت. وتفضل انت. الله يخليك. ميرسي جدا. ميرسي ايه؟ ميرسي ايه؟ ميرسي ايه؟ رجع خبيها هنا عشان نخلص منها بدل ما رحمة تشوفها. عايز تبقى معايا؟ ايوه ماشي. حمدية خليها تقعد يا بابا عشان ما بحبش الحركات دي على طول. تقعد بس الأول كده نتكلم كلمتين ندردش. قومي يا بت. قومي يا حمدية. قومي يا بت، بلاش حركات الرقصات دي. أميدو بص البنت بترقص وهي نايمة. بقول لها حميد روح عملت لي كده. انت يا بنت يا سلام حمدية. طب بطل ودور تاني كده. لا دي البطارية شكلها نمت خالص يا بابا. حمدية انت بنت يا رقاصة. تعالى الرقاصة ماتت يا بابا. الرقاصة ماتت. استنى اوعى انا اجرب. جرب ايه؟ فسقية حمدية قومي. ليه كده؟ قومي حمدية. ليه كده يا اكمل يا ابني تعمل كده؟ ليه ايه؟ ليه تعمل كده؟ عملت ايه انا يا بابي؟ ليه تقتلها؟ قاتل مين انا؟ بص ليه انا قتلت مين؟ حرام عليك، انت اللي كتبت نفسها وحشك في المحكمة على كده. اوعى اوعى. ليه يا اكمل؟ ليه ايه؟ ليه ده انا طول عمري بحبك وبخاف عليك؟ وليه السفلة دي تضيع مستقبل ابني؟ غوتيه غوتيه انت والشيطان. ده كان طفل بريء. اخر حاجة سمعتها وهو صغير الوقت بقيت قاتل. مين اللي قاتل؟ انت اللي قتلتها. انت اللي قتلتها يا بابا. يا ماما شش. ده انا هشيل مكاني. اشيل ايه؟ اشيلها. لا يا بابا اشيلها. ماشي بس اشيلها. اشيلها. اشيل ايه؟ 15 حته هتاخدهم او اعدام. عايز ابنك يتعدم لحسين؟ وابوك يتعدم؟ ابوك؟ انت لو تعدمت العمر قدامك طويل، لكن انا لو رحت هتاكل وتشرب منين؟ صح. هتعمل شعرك ازاي؟ صح. هتلبس ازاي؟ البس ايه بقى؟ ما احنا لبسنا حمدية يا بابا، لبسناها. طول عمري ما بحرمكش من حاجه، طول عمري عمري ما بخلت عليك بحاجه. حتى الشراب الازرق الكاروه الحته اللي قدام دي عامله كده دي. اه فاكره. اديتهولك؟ لا ما رضيتش اديتهولي. وقعدت عيط يا بابا عايز الشراب ما اديتهوليش. خدته ولا ما خدتهوش؟ لا سرقته. سرقته؟ اه سرقته من الضرفه بتاعت الدولاب بتاعت ضرفه الكرهات الشتوي. ايوه سرقته مني. سرقته ولا ما سرقته؟ سرقته يا بابا سرقته. سرقه حرام. عشان كنت عايزه. كنت عايزه؟ طب بس انت رجعته مخروم وديلك فلوس ساعتها، وانا كنت عارف انك انت سرقه. قلتلك اكمل حبيبي روح اعمل رفه للهدوم بتاعتك واعمل رفه لحاجات تانيه. فاكر لما قلتلك كده؟ ايوه. كان قصدي على الشراب الازرق. ايوه ماشي يا بابا. ما رفتهوش؟ ما رفتش. ما رفناش ايه يا بابا؟ خلينا في الجثه اللي احنا فيها. جثه ايه؟ الله يرحمك يا حمدي. انت خلاص؟ كانت عايشه جثه وماتت جثه. هنت فين يا فين دلوقتي يا بابا؟ هما مش ليهم مقابر تبع نقابة الرأس الشرقي؟ ايوه بس انا هروح النقابة نقول لهم ايه؟ بابا خانقها فماتت فدفنوها انتوا؟ لا نقول لهم اكمل ابني اكمل ابني وهي بتعمل الرعشة جالها حموضة فقتلها دواء. دواء غلط. دواء غلط ايه؟ مش انت قلت لي اديتها دواء غلط؟ لا يا بابا لا. قلت لي لا يا بابا كل دواء مش هيحيل عليهم علشان عندهم تحليل الطب الشرقي هتطلع ان هي ميته مخنوقه. مش هيعرفوا يعملوا اي اثباتات عشان معهاش السجاط.
سجات ايه؟ لو دفناها من غير سجات يبقى احنا طمسنا معالم الجريمة. ام حمدية، ام والنبي، ام ارقصي وامسكي سجاتك. يا راجل انا حاسس انها بتحارب، ايه امسكي سجاتك؟ كان ذنبها ايه يا بابا؟ كل ذنبها ايه؟ دي كانت بتبسطنا وهي بترقص. لما يروحوا الكباريه دلوقتي وينادوا عليها ويقولوا مع الراجل زلة ولبية حمدية، مين اللي هيطلع؟ انت. ايه؟ أكمل أنت، مش كنت دايماً في عيد ميلاد أصحابك وأصدقائك وصداقاتك كنت بتعمل الحركات دي؟ آه. أنت ترقص مكانها، أدي لك اللبس بتاعها وتروح لابس ضارب تسريحة حلوة ونقلعها الحالة ونقلعها حاجات تانية كده وتلبسها وتروح داخل عامل ارقص كده. كده مش هيعرفوا إن هي ماتت؟ خالص. ماشي يا بابا. طب كده دي هتيجي على ماتي؟ أيوة، مع رقصة الرقص الرقصي. أكمل إيه؟ حمدية، حمدية عشان محدش يحس بحاجة. حمدية. أنا عارف الحركة بتاعتها اللي أيوة. أيوة. مش قادر أرقص، أبقى عارف إنها ميتة وأنا برقص. هتقدر، أرقص. مش قادر أرقص. أنا أرقص. أرقص. أرقص يا بابا. مش هرقص يا حمدية، قومي. أبوس إيديكي قومي. أبوس إيديكي قومي يا رقاصة يا بابا. طب هندفنها إزاي ولا هنعمل إيه دلوقتي؟ أكمل، ما تيجي نولع فيها. لا. هتموت وبقى بتخنق من ريحة الدخان. صح صح صح. طب نعمل ايه دلوقتي؟ بص يا بابا، انا شفت كذا طريقة كده في المجرمين. ايه بقى؟ بيقطعوا الجريمة المجرمة اللي هي اللي بيقولها ايه؟ الجاني المجنى عليها. لا يا بابا، اسمها ايه؟ ال قولها كده. القاتل. الضحية. بيقول لك جاي هجم على ضحيته ثم قطعها الى اجزاء متساويه ثم حطها في اكياس بلاستيك. انت بتوزع ندر تحط اكياس بلاستيك؟ اما هصرف ازاي؟ دي جثه رقاصه. يعني ايه؟ دي لازم حد ينقط كده وهو بيقطعها، ينقط عليها كده وهو بيقطعها بالسطور، ينقط بالسطور. تك 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 تك. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انك هتلف فكره جهنميه ندبسها لمنير، منير هو اللي يشيل الليله. ايه على الفجر يا بابا؟ ايه فجر مين؟ يعني انت تبقى قاتل وكذاب وتلبس الراجل توم هو مش لابسها اساسا؟ منير هو اللي قتلها. لا يا بابا، مش هو اللي قتلها. منير هو اللي قتلها. انت اللي قتلتها وانا عارف. منير هو اللي قتلها. لا انت اللي قتلها. منير هو اللي قتلها. لا ما قتلهاش. منير هو اللي قتلها. منير هو اللي قتلها. الو، بيبي حمدية، انت فين؟ انا قاعدة في شقتي، اقصد يعني شقتك. وانا هقعد ادور عليك بقى في الشقة كلها. قاعدة لوحدي، يرضيك دلوقتي؟ بس انا خايف حسين يطب علينا. مستنياك. بجد؟